اجتمع وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مع ممثلي شركة شانت الصينية ووفد مجموعة إنارة لمناقشة سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج الخلايا الشمسية. وأكد وزير الإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع في شهر إبريل الماضي مع شركة إنارة للتعاون في مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الكوارتز المصري بهدف توطين هذه الصناعة بالبلاد. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الأطراف الثلاثة لمتابعة تنفيذ إمكانية التعاون لإنشاء مجمع الخلايا الشمسية في مصر.